تعتبر شجرة أيوال من بين الأنواع النادرة عالميا والتي تتواجد في عدة مناطق من جبال الأوراس، إلا أن هذه الشجرة أصبحت مهددة بالانقراض أين تمارس عدة طقوس روحانية للتبرك بهذه الشجرة. المزيد من التفاصيل مع هند الشرفي. تعتبر شجرة عرعر البخور التي تعرف محليا بأيوال أو ثزنزة من أهم الأشجار النادرة عالميا، والتي تعود إلى أكثر من 15 قرنا، وهي اليوم مهددة بالانقراض بغابات الأوراس وتحديدا بجبال منطقة إيشمول. وحسب الروايات المتضاربة بين سكان هذه المناطق، فإن السبب يعود إلى انقراض أحد أنواع الطيور التي كانت متواجدة بهذه المناطق. قدر أني شمول ثاني وذي قيم شديس لباس شيليا ثاني كيف وذي قيم شديس لباس يلا ثاني ذي لزنفيرون المحمل لزنفيرون بوزينا أربيت ما لا ريجون عيني لي أنه أقلان يدروس ذيس وذي قيم شديس لنقار تاريخيا على حسب ما تنسلاتي لعباد مقرن قرني لا وفروخ هذه تشم زنين هذا عندي طيش ودغمي شجريت ذا في ميرا هجريت وهو ليش قام لشن شجريت على حسابهم أفرخ يدين يروح يوذي يران تشجريت. وتمارس على هذه الشجرة المتواجدة بمنطقة إشمول من نوع أيوال طقوس روحية وعادات كإشعال الشموع والتبرك أمامها. شو ما تفهم ما في عز شجريتي ما فيه تقدس فارغ ممكن لنتقن ليس الخير نسن يوذان نزيه ممكن كعد قل أطرو يا رمشة سيس لباس ممكن تهننت دي لجور النس انت تقلن تمقرن دي النوع النس. فهل من أساليب تحمي هذه الشجرة النادرة من الانقراض وتعيد لها الحياة هنا بجبال الأوراس؟ نهاية النشرة المحلية وهذا تذكير بالعناوين. في غليزان غلاء الأعلاف ومشاكل أخرى ترهن منتوج الحليب. وبسكيدة حي الإخوة ساكر معاناة لا تنتهي. بتيزي وزو سكان يستبشرون خيرا بتساقط الأمطار والثلوج. في باتنا كما تابعتم شجرة أيوال مهددة بالانقراض في منطقة إشمول. شكرا لكم على المتابعة الطيبة، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي لهذه الأمسية، والسلام عليكم.